السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ازيك يا شيخ؟ اهلا. انا دلوقتي انا متجوزه بقالي 16 سنه وجوزي على طول احنا وهو على خلاف. اجا من قبل شم النسيم كده واتخاصمنا وكده، وهو ما اتكلمنيش. اجي اكلمه ما بيكلمنيش. يعني ليا بنت يعني مخطوبه وكده، وهو زعل ان انا جهزت، يعني جبت لها شويه طلبات وكان معايا مبلغ وصرفته. وهو احتاج المبلغ دوت وقال لي انت صرفت ليه؟ قلت له انا جبت له شويه حاجات وكده. من يومها مخاصمني. اجي اكلمه ما يكلمنيش. اجي اقول له طب لو استلف لك الفلوس ونمشي امورنا عشان عارف بنتك ما يزعلش مننا وكده، قال لي لا احنا عاوزين نعيش مع بعض كده، نعيش، مش عايزه تعيشي امشي. وانا معايا 3 اولاد وبنتي يعني فرحه بعد العيد الكبير، وانا طيب مش عارفه اعمل ايه. طيب احنا في الحالات اللي زي دي، يعني احيانا الترتيب كده يبدو ان ده موضوع، اذا كان زي ما بتقول الحاجه امال كده بنفس الطريقه وان هي خلاص بتعتذر له وبتكذا، المفروض ان يقبل هذا، يعني المفروض ان يقبل هذا العذر. طيب اذا لم يتمكن هذا، ممكن تخلي اولادك هم يقربوا المسافات، يكلموه مره واثنين وثلاثه واربعه، وانت لا تملي من هذا الكلام باي صوره او باخرى على قدر المستطاع، انك تحاولي يعني تعملي الموضوع باي صوره او باخرى. طيب اذا لم يستجيب الرجل، فدي نوع من انواع التلكيك، يعني الواحد ما يحبهاش، يا ابيض يا اسود، يعني هيرجع لزوجته، يرجع مش هيرجع، مش هيرجع على طول، هي كلمه واحده، لان كتر الحوار في الكلام ده ما يصحش. فانت حضرتك يعني طولي بالك شويه عليه، وخلي الاولاد هم اللي يكلموه، او بنتك هي تحاول تتودد ليه، او حد من اولادك اللي هو بيحبهم او قريب منهم يتودد ليه بصوره او باخرى، لحين ان احنا نصلح هذه الاسره ونبقيها ان شاء الله.